تمام توقيته الزمني واللي وصلنا مع المركز الثالث شاهين لسالم بن راشد بن دغيش يقطع مسافة الخمسة كيلومترات في 8:37.05. متواصلين أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا الصباح الجميل وهذا الصباح الرائع في انطلاقات الكبار. هنا شوطنا الأخير في هذه الانطلاقة الصباحية خاص بالمهجنات الأصايل من الزمول. على بركة الله يسير وينطلق هذا التحدي وهذا الاندفاع حاملا في طياته هذه النخبة الجميلة وهذه النخبة المميزة تبدأ مع بداية هذا الموسم بالتحدي والمنافسة والتشويق والإثارة. المركز الأول الشايد ينتقل إلى مقدمة الشوط، تعود ملكيته حميد بن سلطان بالكديدة هو الآن المتقدم في هذه اللحظة على أول المراكز، بينما المركز الثاني لحموم يحتل المركز الثاني، تعود ملكية لهموم علي بن حميد بن بدر العليلي. والمركز الثالث وصلنا إلى شاهين خلفان بن علي الشامسي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة. أما الثلاثية الأولى نتصدر نشوف المركز الرابع، نشوف المركز الرابع هناك تقدم رعد فارس بن محسن بن حول الحارثي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلنا شاهين خليفة بن سالم بن حلوكة يحتل خامس المراكز في هذه اللحظات. والمركز السادس وصول من قبل المحيط عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي يحتل المركز السابع المركز السادس، بينما المركز السابع وصل شعار راس الخيبة مالي علي بن سعيد الخاطري في هذا المكان وهذا الموقع على المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك نشوان جابر بن حمد بن عثير المري ياتي ثامنا. أما المركز التاسع تغير من قبل مناور أحمد بن محمد بن كراز المهيري يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر هنا بالضبيعة متواجد مطر بن محمد بالضبيعة في المركز العاشر في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء العشر المراكز الأولى المنطلقة والمحيطة بناموس هذا الشوط تنطلق وتندفع في لقاءات متميزة ولقاءات جميلة ورائعة للغاية. نعود بحضراتكم إلى البداية وإلى منطقة إلى مان الأولى هناك في صدارة هذا الشوط. البداية عودة مشاهدين الأعزاء، لا يزال الشايد على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. حميد بن سلطان بالكديدة هو المسيطر حتى هذه اللحظات هذه التحديات، ونسير إلى منطقة البداية الأولى. المركز الثاني نقل مشاهدين الأعزاء إلى المركز الثاني إلى خلفان بن علي الشامسي يقدم شاهين يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث لهموم في المركز الثالث ملكية علي بن حميد بن بدر العليلي. هذه الثلاثية من المهجنات الأصايل في الزمول، هذه الثلاثية مشاهدينا الكرام على المركز الأول والثلاثية مشاهدينا المركز الرابع رعد نشاد رعد فارس بن محسن بن حول الحارثي يحتل المركز الرابع، بينما الخامس علي بن سعيد الخاطري يقدم الشمالي يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا تقدم مناور لأحمد بن محمد بن كراز المهيري في المركز السادس. والمركز السابع من الجانب الآخر ها هو نشوان جابر بن حمد بن عفير المري يحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن والتاسع هنا يأتي مطر بن محمد بضبيعة يقدم شاهين ومري على هذه المراكز، بينما المركز العاشر شوف المركز العاشر وصلنا الآن إلى المحيط عبيد بن حمودة بالزفنة
العرسوسي. هذه العشر المراكز الأولى المنطلقة، العشر المراكز السائرة بالناموس والباحثة عن انتصار في لقاء هذا الشوط. الله الله يا هذه الأسماء، هذه الأسماء، هذه المسميات، هذه التحديات. نشوف المركز الأول. نسير إلى البداية والعودة مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى المركز الأول. لا يزال في مقدمة الشوط الشايد لحميد بن سلطان بالكديدي يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي بن بدر هنا ليقدم لحموم ليحتل المركز الثاني. وينك يا أبو بدر؟ الله بكيد بلا شك تغيير من خلال وجود هذه الأسماء. لحموم يحتل المركز الثاني، لكن أشوف المركز الثالث، نشوف رعد يحتل المركز الثالث. المركز الثالث وهنا يأتي فارس بن محسن بالحول الحارثي في المركز الثالث، لكن وصلت الزمول، وصلت الزمول وهدير الزمول في هذا الموقع وهذا المكان. الله الله الله، نشوان واصل. يأتي جابر بن حمد بن عفير المري ليحتل المركز الرابع في هذه اللحظات مع وجود نشوان. نشوان بينما المركز الخامس الشمالي علي بن سعيد الخاطري، والمركز السادس هناك خلفان بن علي الشامسي يتقدم إلى المركز السادس، بينما المركز السابع أحمد بن محمد بن كراز في وجود مناور في هذا الموقع. المركز التاسع والعاشر بالضبيعة متواجد مشاهدي الأعزاء في هذا المكان وهذا الموقع، ولكن لا يزال المقدمة، لا تزال المقدمة هناك تبحر مع وجود الشاهد. 1200 مشاهدين الأعزاء، 1200، حرك اللي بتحرك، خلاص ما تبقى إلا القليل القليل من الأمتار المتناقصة في هذا الشوط والمتراقصة تحت أقدام الزمول. والشاهد لا يزال الشاهد بالناموس حتى هذه اللحظات في مقدمة الشوط. أحمد بن سلطان بالكديدة لا يزال على المركز الأول منذ بداية الستارت، ولكن حذاري من رعد، حذاري من رعد. فارس بن محسن بالحول الحارثي في هذا الانطلاق يعود رعد، رعد إلى المركز الأول. الله يا رعد، الله يا رعد، ارعدهم يا رعد، انتقل إلى المركز الأول. إذن هنا رعد لا يزال مسيطر، بينما الشايد يحتل المركز الثاني، لحموم في المركز الثالث عند بن بدر، المركز الرابع هناك الشمالي، ولكن أشوف مناور تقدم إلى المركز الرابع. أحمد بن محمد بن كراز المهيري، حذاري من هذه الأسماء، حذاري من هذه الأسماء. هجوم مرتد، هجوم عنيف يا بالحول، هجوم هجوم على المنطقة الأمان الأولى، ولكن مسيطر رعد، مسيطر رعد، رعد مسيطر، رعد مسيطر. فارس بن محسن بالحول الحارثي، لكن الله وصلك من بدر، وصلك من بدر، وصلك الشاعر علي بن حميد بن بدر العليلي. الله يا سلام، الله الله الله، غير المركز الأول في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة حرك يا بن بدر. خلاص بن حلوكة قادم، بن حلوكة قادم، وروح روح 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 روح. لا يزال لحموم مسيطر على الشوط، مسيطر على مقدمة الشوط اللحظة الأخير، لكن حذار ياك بن حلوكة، وصل 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 خط النهاية، خط النهاية، ولكن سلام من الرعفة، سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني خليها بن سالم بن حلوكة، المركز الثالث مناور أحمد بن محمد بن كراز، رعد في المركز الثالث فارس بن محسن بالحول الحارثي، خامسا سلطان بن حميد بالكديدة مشاهد الأعزاء يتقدم مع وجود الشاهد ليحتل المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هكذا أيها الحب الكريم مشاهدينا الأعزاء الخمس المراكز الأولى، نعود بالتوقيت الزمني مع لحظات وجود لهموم إلى مقدمة الشوط بثمان دقائق 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية. علي بن حميد بن بدر العليلي له تهانينا على الفوز والانتصار، بينما صاحب المركز الثاني فاجأنا في اللحظات الأخيرة لخليفة بن سالم بن حلوكة بثمان دقائق 40 ثانية جزء واحد من الثانية. ها هو لحظات وصول شاهين إلى المركز الثاني، بينما اللي احتل المركز الثالث مشاهدين الأعزاء كان في منافسات هذا الشوط وكان مناور أحمد بن محمد بن كراز المهيري، تهانينا على الفوز والانتصار في هذه الانطلاقة. هكذا أيها الحب الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة حاضرة في انطلاقات هذا الصباح الجميل، صباح الكبار والذي